اولا كنحب نشكر جميع المنابر الاعلاميه اللي اهتمت بفريق اتحاد البيضاوي في هذه الاسابيع الاخيره. بالنسبه للمقابله ديالنا في نهائي كاس العرش غد، احسن نقولوا راه عندنا كاع المواصفات باش نكونوا بطل ديال هذه السنه الكاس الغاليه على جميع المغاربه. جميع اللاعبين المغاربه كيحلموا انهم يلعبوا في هذا الفينال، لا في اللعبة اللي كيلعبوا في لي غران زيكيب، كلشي كيحلم انه يلعب في هذا النهائي ويشرفنا سيدنا الله ينصرو غيكون حاضر. بالنسبه للاستعدادات كدوز في اجواء حماسيه، فريق لاعبين ولا المسؤولين على الفريق عارفين المسؤوليه اللي عليهم. الدراري الحمد لله كاينين دي جون كاملين طموح كاملين عزيمه باش انهم يحققوا انتصار على الفريق حسنيه اكادير. بالنسبه لمقابله النهائيه كتبقى 50% كل فريق، ما كاينش فريق كيلعب في الدي 2 ولا فريق كيلعب في الدي 1. حنا كنا طموح باش نجيبوا هذا الكاس الغاليه. اصلا الفريق عنده شنعه كبيره في وسط احياء الدار البيضاء الكبرى، وحنا الفريق الوحيد يمثلين في مدينه الدار البيضاء. الفريق بالنسبه للاجازات ديالهم ما كاينش شي تريات مع، ان شاء الله نكونوا في حسن ظن الجماهير ونهديو هذا اللقب ان شاء الله اللي غيزكي الخزينه ديال نادي اتحاد البيضاء. فالاستعدادات كتمر باجواء جيده. كنبغي نشكر المكتب المسير اللي كيوفر لنا جميع ظروف التدريب، كنبغي نشكر الستاف التكنيك اللي كيقوموا بعمل جيد، وكنوعدوا الجماهير البيضاويه باننا غادي نفرحوا بنشي نتيجه ايجابيه ولما لا الفوز باللقب. فالنهائي حلم كل لاعب يلعب في النهائي ديال كاس العرش. فالمجهودات ماشي المجهود ديالي بوحدي، المجهود ديال الزملاء ديالي كاملين، فغادي ندخلوا عازمين على تحقيق نتيجه ايجابيه ونفوز ونهديو اول لقب الخزينه ديال الاتحاد البيضاوي. بطبيعه الحال تكون استعدادات اللي هي كاستعدادات كاع جميع المباريات، زيد على شويه بانه هذا تاريخ خصنا نفوز ان شاء الله بالكاس باش ندخلوا للتاريخ. وتنطلب من الجمهور ديال فريق الاتحاد البيضاوي ان شاء الله باش يحجب كثره باش يعاون هاد الوليدات باش الفريق الاتحاد البيضاوي يدخل للتاريخ ويحرز على الكاس. هو فريق تحسن كثير اللي هو فريق كبير اللي عنده استقرار من الناحيه التقنيه ومن ناحيه اللاعبين. غتكون مباراه صعيبه وصعيبه علينا بزاف. تنتمنى باش نقدموا من الله سبحانه وتعالى باش نقدموا مباراه جميله لطريق الجمهور اللي غيحضر في الملعب. ما لا اظن غتكون شي غيابات، كل شيء تيتم بصحة جيدة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.